اعتقال فنانة شهيرة بسبب دعمها لفلسطين، آخر منشور كتبته مؤثر جداً، ومحاميتها توضح ما حصل. الفنان الفلسطيني كتب عليه أنه يحمل قضيته معه أينما كان، لأنه قضية فلسطين هي قضية إنسانية قبل ما تكون قضية إنسانية. تستمر الأحداث المؤسفة في فلسطين المحتلة بلفت انتباه العالم، لا سيما مع ازدياد الاعتداءات الوحشية والأعمال اللا إنسانية على الفلسطينيين. في هذا السياق اعتقلت الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلية مساء أمس بتهمة التحريض على الاحتلال بسبب منشور شاركته على مواقع التواصل الاجتماعي. جادك الغيث إذا الغيث هما، في هذا السياق قالت عبير بكر الوكيلة القانونية لمحامية أبو آمنة في حديث مع موقع عرب 48 إن الفنانة اعتقلت للتحقيق معها بشأن منشور في فيسبوك كتبت فيه لا غالب إلا الله مع علم فلسطين السبت الماضي من قبل الطاقم الإعلامي للفنانة. وبحسب ما أوضحت بكر فإن الشرطة اعتقلت أبو آمنة من منزلها في الناصرة بينما كانت أبو آمنة تشتكي من التحريض عليها وعلى ممارسة العنف ضدها من قبل المستوطنين. متى يشتفي منك الفؤاد المعذب ونشم الثوري. وقالت بكر حاولنا حذف بعض المضامين المسيئة للفنانة لكن التحريض استمر حتى بعد ذلك. كما قالت المحامية في مداخلة هاتفية لراديو الناس أن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وقوات الاحتلال فسروا كتاباتها أنها تقصد أنها تريد أن تنتصر فلسطين على إسرائيل في حربهم. وأضافت يوم الاثنين قامت إحدى الصحفيات الإسرائيليات بنشر صورة لدلال ومشاركة التدوينة من قبل الآلاف مع التحريض المباشر على دلال من خلال رسائل والتمني لها بالموت وتهديدات بشعة. ثم قمنا بالاستعانة بحملة لحذف كل ما نشر عنها بشكل مباشر خوفا عليها وعلى أولادها، ورصدنا أسماء كل المحرضين ضدها. ثم أخذت التهديدات والشتائم في الازدياد حتى طال الأمر زوجها والأولاد. وتابعت الآن أحاول التواصل مع المدعي العام للإفراج عنها، ومعنوياتها كانت عالية قبل التحقيق معها، وقالت هذا الثمن أن تكون المرأة حرة وتتحدث عما ترغب، ولكن هناك استهداف لها بشكل كبير بسبب شهرتها، اعتقال شخص مثل دلال تهديد وترهيب. هذا العناب اللي غنوا له عنابه؟ لا، فلسطينيه. لا، ما كسبينها عنابه. طيب صح. يلا.